مساء الخير مشاهدينا الكرام، نحن الآن في بلدة بوركا شمال غرب مدينة نابلس، وافتتاح نصب تذكاري لشهداء قرية بوركا على امتداد يعني النضال الفلسطيني منذ عام شهداء ارتقوا في عام 1936 إلى حتى يعني هذه العام 2022، نصب تذكاري أقامته القوى الوطنية والمجلس القروي في بلدة بوركا، ويجري الآن احتفال لافتتاح هذا النصب التذكاري كما هو في هذا البث. سنتسجيل الإصدار عن هذا البث بعد دقائق بعد ابتداء الحفل إن شاء الله. تابعوا معنا في بلدة بوركا شمال غرب نابلس، حيث هناك افتتاح لنصب تذكاري لشهداء القرية على امتداد طوال فترة النضال الفلسطيني. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ احتفالنا لرفع الستار عن النصب التذكاري لشهداء بورقة ومجسم حنظلة أيقونة الشهيد ناجي العلي. لا وقفنا عشان تيجي تقول يفتحوا النصب. مين هم بي؟ هذا 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 يلا هذا 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 بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ احتفالنا لرفع الستار عن النصب التذكاري لشهداء بورقة
ومجسم حنظلة أيقونة الشهيد ناجي العلي. ندعو السادة التالية أسماءهم لرفع الستار. أهلا وسهلا بالجميع. الأخ محمود العلول نائب رئيس حركة فتح فليتفضل إلى المنصة. مجلس قروي بركة. الأخ محمود الصيفي عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية. الأخ الرفيق خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. الأخ عزمي حنايشي رفيق من الجبهة الشعبية. لجنة الأخوة والزملاء، لجنة إنشاء وإقامة النصب التذكاري ومجسم حنظلة أيقونة الشهيد ناجي العلي، فليتفضل المسرح. مجلس والرفيق السيد الأستاذ نصيف معلم، فليتفضل إلى المسرح أيضا. أهلا وسهلا بالجميع. Thank you.
لكم جميعا. رياضها المستمرة فداء لفلسطين ودفاعا عن ترابها الوطني أمام الهجمات الاستيطانية والاحتلالية منذ عقود. برقة رسالة العزيمة التي اتخذت قرارها الحازم لتقف سدا منيعا في وجه الاحتلال ومستوطنيه، بل وأن تدفع الأثمان الباهظة من دمها ولحمها، يحمي ظهرها جاراتها رائدات المجد وعناوين اليقين بالزارية ورامين ودير شرف وقوسين والناقورة وسبسطيا وجنسنيا وعصير الشمالية وياصيد والفندقومية وجبع وسيرة الظهر ونصف جبيل وبيت مرين وكل فلسطيني عنيد في محافظات الوطن الصامد. والآن مع كلمة ترحيبية مجلس قروي برقة يلقيها نيابة عنهم الأستاذ مامون تسوقي، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي العربي الأمين، كما أصلي وأصلي سر إكليم فتح محمد حمدان أبو المعتز. السادة الضيوف كل باسمه ولقبه، الحضور في هذا اليوم الذي يتطاول شموخا بين الأيام، فقد قدست لحظاته بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورفع فيه العلم الفلسطيني عاليا خفاكا في سماء الوطن. في هذا اليوم أحييكم أحلى تحية من الأصول، وفي هذه المناسبة دعوني أترحم على أرواح الشهداء الذين كبروا من أجل فلسطين، والذين انطلقت أرواحهم تسرح في عليين، والتي أخالوا أرواحهم تحوم فوق رؤوسكم تقول لكم نحن فعلنا ما أنتم فاعلين. وفي مقدمتهم روح الشهيد الخالد ياسر عرفات، والرفيق أبو علي مصطفى، والشيخ أحمد ياسين، والقائمة تطول. وفي هذه المناسبة أدعو الله أن يمن بالشفاء العاجل لكل جرحى الذين كبروا من أجل فلسطين، الذين سالت دماؤهم من أجل فلسطين، وكذلك أدعو الله أن يمن بالحرية على الذين ضحوا بحريتهم من أجل فلسطين والكابعين في سجون الاحتلال. وفي مقدمتهم المناضل مروان البرغوثي والرفيق أحمد سعدات، وأقول لهم اصبروا وصابروا، فالنصر آت آت لا محالة، بعزة وكرامة جمال عبد الناصر وعناد صدام حسين ووطنية ياسر عرفات وثورية جورج حبش، هذه الأمة ستنتصر حتما عاجلا أم آجلا. اسمحوا لي في خلال كلمتي هذه أن أشكر زملائي رئيس وأعضاء المجلس الكروي الذين كلفوني بأمتطي صهوة الكلمات للترحيب بكم، ليس لبلاغة لسان مني أو لأنني أفصح لسانا، كلا وحاشا، فهم أكبر مني قدرا وقدرة، ولكن لأن مناسبة افتتاح هذا الضريح تتزامن وتتوافق مع ذكرى استشهاد ناجي العلي، المناضل ناجي العلي، هذا المناضل الذي تعلم على يد والدي، حيث كان والدي المرحوم الأستاذ حسين الدسوقي مدرسا في قرية الشجرة، فقد درس شعر الثورة، وهذا ما ذكروه لاحقا في كتبهم، فالرحمة لهم جميعا. وأشكر مرة أخرى أعضاء المجلس ورئيس المجلس لهذا السبب كلفوني. الحضور الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن ثقتي بكم كيف، وامتلاك ناصية العودة لا يتم إلا عبر مداميك عدة، أهمها لا بل أهم أولها هو مدماك الوحدة والمقاومة، لأن قطعان المستوطنين في الأحداث الأخيرة عندما انتصروا على امتداد الوطن هب كل الشعب الفلسطيني وجسد وحدته على الأرض. كل الناس في بركة وكل على امتداد الوطن تضامن، الفلسطينيون هنا بصدورهم العالية مرددين الزيت زيتي والبيت بيتي واحنا اللي بضرنا البضار. لا يمكن لهذا الشعب أن ينكسر. هبة الناس مع بعضها أثبتت أن هناك إمكانية للوحدة الوطنية، وأوصلت رسالة
نتمسك بالوحده، لانه اذا مركنين على هيئه الامم، هيئه الامم بتقول لك احنا ملتهين في تلوث الطيور والكورونا ومش عارف ايش. طبعا بحجه، لانه هي بتعبرها حركه الصهيونيه. واذا الحكام العرب كلهم يطلقون دفقات نفطهم مدراره لعيون جيش فيبنون حلمهم على القطيعه بين الموت وظله. اذا في شيء لنا امامنا الا الوحده الوطنيه. لا اريد ان اطيل عليكم الحديث وقد اطلت. اقول يا ارض كل الانبياء لا تيأسي، لو ان عيني اليوم قد ذرفت دموع فغدا ستصلي. المعرض والمبعد نائب رئيس حركه فتح الان مع كلمه منظمه التحرير يلقيها الاخ المناضل الكبير محمود علول ابو جهاد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحبة جميعا، أخي عضو المجلس الثوري تيسير نصر الله، أخي أمين سر الإقليم والأطر التنظيمية والمنطقة التنظيمية، إخوتي ممثلي القوى والفصائل، أنا ربما من أول الفدائيين الذين تعاملت معهم في البدايات كانت تلك المجموعة من برقة هنا. أنا يشرفني أن أشارككم في افتتاح هذا الصرح، صرح شهداء برقة عبر مسيرة النضال الفلسطيني، وأيضا تمثال أو أيقوة، لأنهم نعم رمزيا ليكون على مدخل هذه البلدة، ليس للتذكير، لأنهم شهداء، الشهداء المضحين من أجلنا من أجل شعبهم، هم لا ينسون أبدا، هم يسكنون قلوبنا وعقولنا ووجداننا دائما. نعم برقة قدمت الكثير من التضحيات، هذا الكم الكبير من الشهداء، كم كبير من الأسرى من الجرحى. نعم تضحيات كبيرة للغاية قدمتها برقة على طريق ومسيرة النضال الفلسطيني، وهذا هو قدرنا. هؤلاء الشهداء ارتقوا عبر كل مسيرة النضال، ربما إذا استعرضناهم ارتقوا من أجل المقاومة، مقاومة المحتل، وهذا خيار لا يوجد بديلا للمحتل من أجل الحفاظ على الشعب، على المستقبل، على الأطفال، دائما بهذا الموضوع. والمقاومة مسألة نحن نقول أن المقاومة بكل أشكالها مشروعة ضد هذا العدو المحتل، دائما في المقاومة الشعبية. شاهدنا برقة، لسنا نحن فقط، إنما شاهدنا برقة التي كان إحدى سمات المقاومة الشعبية في برقة، هي القدرة على هذا الحشد العظيم لكل أهالي برقة ولمحيط برقة، أن نعمل معا أيضا على إكسابها سمة أخرى، وهي سمة الاستمرار والديمومة، لتكون هذا هو خيار الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل لا محالة. الإخوة والأخوات، نعم هذا هو خيارنا، لأننا نرى ما الذي نحياه. الشعب الفلسطيني يحيا صعوبات كبيرة للغاية، ضغوط غير مقدسات، وكلكم تحيون وترون ما الذي يجري في القدس، وواضح تماما أنه لا محالة ليس أمامنا إلا مقاومة هذا المحتل من أجل آمال هؤلاء الشهداء، من أجل تحقيق ما استشهدوا من أجله، وهو الحرية والاستقلال، وهذا هو الأساس في هذا الموضوع. من أجل ذلك، لأنكم ترون هنا في برقة وفي كل الوطن ترون أن هذا العدد الكبير من الشهداء شكل ثمنا باهظا من اجل الحريه والاستقلال، وكذلك الاسرى ومعاناتهم
كل هذا شكل ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال. اليوم ونحن نفتتح هذا الصرح نعاهد هؤلاء الشهداء جميعا أن هذا الثمن الذي دفعوه لا يمكن أن نقبل أبدا مقابلا له إلا حريتنا واستقلالنا وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وإنها لثورة حتى النصر. والسلام عليكم. نرحب بالأخ رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أبو إبراهيم مؤيد شعبان، أهلا وسهلا. أما الآن نبقى مع هذه الفقرة الفنية ونشيد موطني تقدمها مجموعة من زهرات برقة.
أمام مجد، أمام فدائيين قضوا في سبيل فلسطين. نعم إنهم الشهداء، إنهم الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل فلسطين. إنها برقة منذ 95 عام من النضال على أرض برقة، من عشرينيات القرن الماضي، من ثورة 36 والشهيد عبد الرحيم الحاج محمد كانها، ولكن التضحيات الجسام 75 شهيد قضوا في سبيل فلسطين وفي سبيل الدفاع عن فلسطين. نعم إنه التاريخ، إنه النضال، إنه المجد. المجد يركع للشهداء وحدهم، هذه الحقيقة وما عداها باطل. نعم كانت برقة السباقة في شمال الضفة الغربية، الحاضنة للحالة الوطنية. نحن نتساءل دائما ونفسي أتساءل، هل هي جينات الحالة الوطنية؟ هل هي جينات في الدم؟ هل هو الماء الذي نشربه؟ لماذا لا نفكر إلا في النضال؟ لماذا لا نفكر إلا في مقارعة ومقاومة الاحتلال؟ ولكن أجدادنا الذين سبقونا فقط كانوا لا يتحدثوا إلا في كيفية مقاومة الاحتلال. هنا أصيب، هنا استشهد، كيف كانت المعالجة؟ كيف كان الجرح يعالج؟ بالكي والزيت. أجدادنا قالوا لنا ذلك في أكثر من موقعة، في أكثر من حصار. نعم امتدت الحالة النضالية إلى خمسينيات القرن الماضي، إلى انطلاقة الثورة الفلسطينية، ولا اندفاع الشباب وخروجهم من هنا إلى لبنان. نعم كانت المفخرة تشاهد حصار بيروت لنا شهداء، تل الزعتر لنا شهداء، طرابلس لنا شهداء، في حيفا، في يافا، في عكا لنا شهداء، في كل مكان لنا شهداء. القائد والمقاوم كان يجند من حوله كل الشباب، لا نفكر إلا في النضال. وفي ثمانينيات القرن الماضي، في عام 1980 بدأت الحالة الشبابية أكثر، والعمل التطوعي أكثر، والعمل النضالي أكثر، والمجموعات العسكرية. نعم وبعد دخول الانتفاضة، انتفاضة 87، كانت التعبئة الوطنية قد شهدت بهذه البلدة، فبدأ الشهداء والأسرى والجرحى. يوم تجول، منع تجول، حصار، منع تجول، اعتقال، عشرات، إبعاد. عام 1969 هدم 3 منازل في بلدة برقة لأن هناك خلية عسكرية. فيش محطة من محطات النضال إلا كان هناك حالة شهداء أو أسرى. حركة الشبيبة أو جامعة الحصار والانتصار في نابلس، عندما كانت هناك المقاومة للتضامن مع المعتقلين، كان لنا شهداء. ونحن نقف هنا من هذه النافذة، كان الشهيد تامر دسوقي، الشهيد الطفل الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي وهو ينظر إلى المواجهات. من بعد أمطار من هناك كان الشهيد خالد صلاح أبو أنور في يوم الأرض. نعم إذا كنا نتحدث عن بيت ريما فكان الشهيد حريص، عن بلاطة كان الشهيد عبد الرحيم، عن القدس كان ماجد، كان تامر، عن القدس في ساحة الأقصى كان شغنوبي. إذا كنا نتحدث عن طوباس كان أحمد شريدي. إذا كنا نتحدث عن مدخل البلد كان ماهر دغلاس، كان معتز، كان محمد فرعونية. ونقول نحن جن خالد سيف أبو العبد. إذا كنا نتحدث من أي معركة هنا وهناك،
في بيت مرين، في موقعة بيت مرين 17 شهيد. تصوروا عدد كبير، ولكن الجرح لا يندمل إلا بزوال الاحتلال. اليوم نشيد صرح